رغم التعنت الإسرائيلي ومحاولات الاحتلال لتعطيل المساعدات، لكن الدولة المصرية قدرت أنها تفرض موقفها ودخلت بالفعل 650 شاحنة عبر معبر رفح لتقديم المساعدات الغذائية والإنسانية لأهالي قطاع غزة. ده طبعا بالإضافة لتخصيص مطار العريش لاستقبال كل المساعدات اللي بتقدمها الدول المانحة لأهالينا في القطاع. تدفق متواصل لدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية من الجانب المصري من معبر رفح إلى قطاع غزة بشكل مكثف، حيث أعلن محمد سليم المتحدث الرسمي باسم محافظة شمال سيناء أنه وصل عدد الشاحنات التي دخلت غزة 650 شاحنة تحمل نحو 8000 طن من المساعدات، الثلثين من مصر والثلث الأخير من الدول والمنظمات حتى الآن. وشهد مطار العريش بشمال سيناء تدفق المساعدات الدولية لقطاع غزة، حيث تهبط بمطار العريش يومياً طائرات تحمل مساعدات ومواد إغاثة إنسانية عاجلة يتسلمها فرع الهلال الأحمر المصري، ويعيد نقلها مشحونة على قاطرات إلى بوابة معبر رفح حيث تعبر للجانب الفلسطيني. حركة وصول المساعدات لغزة إلى مطار العريش خلال الساعات الماضية كشفت عن هبوط 6 طائرات محملة ب 227 طناً من المساعدات المتنوعة، بينها 3 طائرات من دولة الإمارات محملة ب 45 طناً من المستلزمات الطبية، وطائرة من الكويت محملة ب 32 طناً من المواد الغذائية، وطائرة من باكستان محملة ب 84 طناً من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى طائرة من الاتحاد الأوروبي محملة بخمسة أطنان من المستلزمات الطبية. وارتفع عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش الدولي منذ 12 من أكتوبر الماضي إلى 96 طائرة حملت عدة آلاف من أطنان المساعدات المتنوعة يتم تخزينها في 7 مخازن مؤمنة في مدينة العريش، ثم نقلها إلى قطاع غزة بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني. ووصلت المساعدات من 28 دولة عربية وأجنبية و13 منظمة إقليمية ودولية، وهي عبارة عن مساعدات إنسانية وأدوية ومستلزمات وأجهزة طبية ومواد غذائية وخيام وسيارات إسعاف مجهزة وغيرها من المساعدات الإنسانية والإغاثية.